أنا مش فاهمة كيف في ناس بيقدروا يعيشوا بهذا المكان. شد أكثر مكان خوفني بكل حياتي. شوف مين بحكي، اللي كانت رح تتزوج واحد يا دوب تعرفه. مش هيك، كانت فكرة غبية، وبعدين طلعنا مع بعض. مرة. لسه بتنحسب. إيمتى وقت جدي؟ خلص مش مهم. عسى جد كثير أشياء، إذا بدك بسمعك إياهم بعمان. بس مش هون يعني. إيش اللي أخركم؟ أخيراً إجا المشروب. مين عزمه؟ خلص فكيها. مشروب؟ انت ما جبتي لي سيرة أي مشروب. طارق ايش؟ ايش ايش ايش؟ على ايش بدي اتأسف؟ عشانك منيك. أنا آسف، بعتذر منك حبيبتي، مبسوطة هيك. حبيبتي أنا مش حبيبتك، ما تسميني حبيبتك. على فكرة اعتذرت منك وحكيت لك بإني آسف، يعني اختصري خلص. شو رأيك أنت تختصر وتقعد؟ مش أحسن؟ يا جماعة تشيلي، جايين نسكر، مش جايين نعمل إشي. هلا بيسكت. ميرا بصير نروح؟ لا عادي والله منتسلى، بس نشرب لنا كاسة ونرجع عادي. ساتة عم بتطلع؟ عادي عادي تسلى. شو لكم صبولي؟ صب لحالك.